بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة الأردن اليوم وبرنامج مساحة حرة لإتاحة هذه الفرصة للتحاور والحديث عن وزارة التربية والتعليم، الخطط والبرامج التي نعمل على تنفيذها. الله يمسيكم بالخير جميعا مشاهدينا الكرام. في البداية إذا سمحتوا لنا أضع مقدمة قصيرة، من أين تأتي البرامج والإجراءات الإصلاحية والتطويرية؟ لا تأتي من شخص بعينه أو وزير بعينه. أولا الحمد لله هناك تراكم على مدى السنوات في الإصلاح، وهناك أيضا رؤية واضحة جدا. هذه الرؤية أولا حددتها الأوراق النقاشية الملكية السبعة من أولها إلى السابعة، وكانت الورقة الخامسة والسادسة والسابعة، والسابعة بالتحديد، في غاية الأهمية في تسليط الضوء على أهمية التعلم وأهمية الطالب والتركيز على الطالب والتركيز على العملية التعليمية ومخرجات التعليم. وجاءت أيضا الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أقرت بسنة 2016 لتضع إطارا متكاملا، حتى لا ننظر إلى الموضوع بجزئيات فقط، إطار متكامل وبرنامج زمني وخطط تنفيذية واضحة لتطوير التربية والتعليم في الأردن. فجاء هناك دور مهم وأساسي لوزارة التربية والتعليم في المراحل الأساسية والتعليم العام، ولكن هناك أيضا تركيز على التعليم المهني والتعليم العالي بالشراكة مع وزارة العمل ومع وزارة التعليم العالي. فبالتالي هناك تكامل حقيقي، هناك شراكة حقيقية، وهناك أهداف واضحة، وهناك برنامج زمني للتطبيق نسعى جميعا أن نلتزم به وأن نساءل ونحاسب بناء على أدائنا في هذا البرنامج. فشكرا لكم لإصغائكم، وإذا سمحتوا لي أدخل ببعض العناوين العريضة التي إن شاء الله سنرى آثارها على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد. لماذا المدى البعيد؟ لأنه التربية والتعليم مشوار يحتاج إلى طول نفس، ويحتاج إلى سياسات نلتزم بها على حتى تعطي أكلها، لأنه الطالب اللي بده يدخل في الأول ابتدائي اليوم عبين ما يطلع بعد 12 سنة بدنا نكون مفكرين في مساره وفي تسليحه في المفاهيم والقيم والسلوكيات التي سيحتاجها عندما يدخل معترك الحياة وسوق العمل. فإذا سمحتوا لي أركز على ثلاث مواضيع على المدى القصير وثلاث مواضيع أخرى على المدى المتوسط والبعيد. على المدى القصير هناك ثلاث محاور أساسية بدأنا العمل بها وبدأت تعطي نتائجها. المحور الأول، ويمكن هذه الأيام معظم الناس تتحدث عنه، هو محور الامتحان الثانوية العام. الامتحان الثانوية العام والامتحانات بشكل عام مهمة في العملية التعليمية، لأنها لا تقيس فقط أداء الطالب ولكن تقيس أداء العملية التعليمية برمتها. فهي قياس للطالب، وهي قياس للمباحث والمناهج وطريقة تعليمنا، ففيها أيضا أهمية لتقييم أداء العملية التعليمية برمتها. إصلاح وتطوير الثانوية العامة مهمة لأنه مستقبل أبنائنا يرتبط بها. هناك كانت خطوة أولى في ضبط هذا الامتحان والضمان هيبته، وكانت هاي خطوة مهمة جدا. إحنا الآن ننتقل إلى الخطوة الأخرى التالية التي تتمثل بتطوير الامتحان وجوهر الامتحان وماذا يركز عليه في مضمونه. بدأنا بخطوات في هذا المجال. يمكن الأول اللي هو الجانب النفسي،
راحة وثقة الطالب بنفسه وهو داخل على الامتحان مهمة جدا، مش بس عشان نريحه، مش هذا الهدف. أداء الطالب في الامتحان أفضل لما بيكون لما بتقل عليه الضغوط الخارجية من الأهل، من المدرسة، من ما هي لما بتكثر هذه الضغوط، وكل ما شغفه وراحته النفسية وشغفه في المادة كانت أكثر، كل ما كان أداؤه أحسن. والحمد لله لمسنا في الدورة السابقة نسبة، خلينا نقول تقدم في هذا الموضوع، من ناحية كانت الضبط والربط وهيبة الامتحان حافظنا عليها، ولكن أيضا خففنا من الأزمة النفسية والأرق النفسي لدى الطلبة ولدى أولياء الأمور، ونأمل أن ينعكس هذا أيضا إيجابا على أدائهم. وهي تجربة عالمية أنه كل ما كانت مرتاح نفسيا لما أدي امتحانه كل ما كان بتكون نتائجه أفضل. الآن ما هي الخطوات القادمة؟ إحنا ما خلصنا من امتحان الثانوية العامة، إحنا لسه في بداية الطريق في تطويره. أي امتحان في العالم أولا لازم يحترم مبدأ الحق في التعلم مدى الحياة، فأنا لا يجوز أن أضع 4 دورات وبعدها يفقد الطالب حقه في التقدم، لأن هناك ظروف إنسانية، ظروف صحية، ظروف اجتماعية أحيانا تمنع الطالب، أو النضج، مستوى النضج عنده تمنعه من أن يعني يكون في أحسن حال في 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 في, في الامتحان. وبالتالي أول قرار كان اتخذه مجلس التربية في وزارة التربية والتعليم، هو بعد استنفاذ الفرص 4 أن يكون هناك قدرة للطالب على التقدم بالامتحان إذا عنده 3 مواد فأقل بعدد مفتوح من المرات. وهذه كانت جزء من تريح الطالب بأنه إحنا مش حاطين لا سمح الله يعني حد أقصى وبعده سيفقد فرصه على بشكل كامل. الفكرة الأساسية هي أن نزرع الأمل في الطالب، وأن نقول له حاول مرة، حاول مرتين، إحنا معك، إحنا مش ضدك. وبدل أن نوصم نسبة كبيرة من طلابنا بالفشل، أن دائما نعطيهم بريق الأمل حول المستقبل وإمكانية العودة، وإلا تصبح غالبية طلبتنا لا سمح الله مهمشة وتبحث عن دور، وهذا يؤثر طبعا سلبا على دورها الاجتماعي، دورها الاقتصادي، ولا سمح الله توجهها نحو الجريمة أو المخدرات أو ما غيره. فهذا التفكير الأول، أن نعطي هذه الفرصة الحق في التعلم. التركيز على إظهار ميول الطلبة، أنا لما بعمل امتحان التوجيهي وباخذ معدل 10 علامات، هذا المعدل هو معدل لعشر علامات، قد يكون جايب 90 أو 95 أو 98 في مادة، وقد يكون جايب 50 في مادة أخرى. لما التعليم العالي ينظر إلى رقم 1 اللي هو المعدل، لا يأخذ في عين الاعتبار هذا التباين، وهذا التباين يعكس الميول ويعكس قدرات الطلبة. فإحنا في بالتنسيق مع التعليم العالي هناك إعادة نظر في الطريقة التي نعكس فيها العلامات، وأيضا الطريقة التي تقيم فيها الجامعات المتقدمين من الطلبة. فبدل أن نقول 50 ناجح و49 راسب وبمسطرة واحدة، في تركيز على أولا على مجاميع العلامات حتى نعطي فكرة متكاملة اللي هي العلامة من 1400، وهناك تركيز أيضا على الحقول التي سيركز عليها الطالب إذا بده يروح طب أو هندسة أو صحافة أو صيدلة أو آداب أو لغات، بتركز الجامعات أيضا على علاماته في هاي المواد. وأيضا هناك موضوع مهم اللي هو أن نعطي ما يسمى الترتيب المئيني للطالب، اللي هو موقعه في اللواء اللي قدم فيه، لأنه إحنا بنعرف أنه إحنا لم لغاية الآن لم يعني نساوي في مدخلات التعليم بين الأطراف والمركز، لا زالت عنا مدارس تفتقر إلى معلمين في الرياضيات، في اللغة الإنجليزية وفي الفيزياء،
ولا نستطيع أن نتوقع أن يكون أداء الطالب في أحد في البوادي بنفس أدائه لما نكون موفرين له البيئة التعليمية المناسبة. فلذلك سيكون هناك أيضا ترتيبه في لوائه، فقد يكون ترتيبه الأول في اللواء ولكن علامته 84%. طيب هذا اللي أول في لوائه علامته 84 ويمكن في نسبة كبيرة حتى غير ناجحة في لوائه، ألا يستحق فرصة أن يتقدم للمادة اللي هو بحبها إن كانت طب ولا هندسة ولا غيرها؟ فمن العدالة تتطلب أن نعطي فرص للألوية وحسب الترتيب المئيني أو ترتيب الطالب في لوائه. ننظر أيضا إلى بالتدريج أن نقيس ليس فقط القدرة على الحفظ ولكن التفكير بشكل تفاعلي، التحليل، الاستنباط، الاستنتاج، وهذا بده وقت لأنه أيضا علينا أن نعكسه مش بس في الامتحان، في طريقة التدريس نفسها. نسعى في السنوات القريبة القادمة إلى حوسبة الامتحان، إلى إعطاء الطالب خيارات، بدل ما نمتحنه بعشر مواد نمتحنه بسبع مواد، يختار هو بعض هذه المواد حسب ميوله، وأيضا أن يتقدم للامتحان مش بسنة واحدة ولكن ممكن أن يتقدم بالأول ثانوي والثاني ثانوي، يخفف عن حاله بعض الامتحانات في الأول ثانوي، وإذا ما لم يحالف الحظ بإمكانه أن يعيدها. هاي المنظومة من التطوير رح تأخذ بعض من السنوات، ولكن إن شاء الله الخطة واضحة، وكل سنة عن سنة رح يكون في تطوير في هذا الاتجاه، وإن شاء الله أولياء الأمور والطلبة وجامعاتنا ستلمس أنه عم نساعد الطالب أن يختار تخصصه في المجال الذي يحبه، والذي بالمحصلة ما نسعى إليه أن يبدع في مجاله وأن يشعر أن هذا فعلا تحقيق لذاته. إذن المحور الأول كان امتحان الثانوية العامة، المحور الثاني هو النشاط اللاصفي. ما نعني بالنشاط اللاصفي؟ هو البرامج والمهارات والسلوكيات اللي بنبنيها في الطالب خارج الغرفة الصفية، خارج العلاقة التقليدية بين المعلم والطلاب، اللي بركزوا فيها خارج الصف على كل المهارات اللي ما عم نقدر نعطيها كفاية بالصف، ولكنها مهمة جدا لبناء شخصية الطالب وبناء هويته وانتمائه. فإحنا بدأنا هذا الصيف بمخيم بصمة وطن. الفكرة فيه أن نسأل كل طالب يشارك بهذا المخيم، ما هي البصمة التي ستتركها لوطنك؟ واضح من هذا السؤال أنه إحنا رح نعطي الطالب تدريب وقدرات ومهارات، ولكن نتوقع منه أيضا القيام بمسؤوليته. فالمواطنة ليست فقط حقوق ولكنها حقوق وواجبات، هي مشاركة حثيثة في البناء، هي انتماء حقيقي، معرفة الجغرافيا ومعرفة التراث ومعرفة البيئة، وهذا الذي ينمي انتماء حقيقي ويجذر هذا الانتماء. ترجمنا هذا التصور إلى واقع من خلال برنامج صيفي بشكل أسبوعي في كل مديريات المملكة، في مدرسة للذكور ومدرسة للإناث في كل مديرية. فعنا بالكامل حوالي 84 مدرسة، فيهم حوالي 25,000 طالب وطالبة في الساحات، بيعملوا نشاطات بشكل متوازي. في كل مدرسة فيها 100 طالب، فيها 25، كل نشاط في 25 طالب، بيشتغلوا على الألعاب الرياضية، على الفنون، على الرسم، على الحوار وتقبل الآخر، كيف تختلف مع الآخر في الرأي بدون أن يعني تقصيه أو يقصيك أو اللجوء للعنف وما إلى ذلك. الرحلات الاستكشافية، العمل التطوعي لخدمة المدرسة أو خدمة المجتمع، كل هذه الأمور
وإحنا اليوم في الأسبوع الثاني لهذا البرنامج، هناك تغذية راجعة وانطباعات عظيمة بصراحة من الطلبة والطالبات، لأنه فرصة لهم يعبروا عن حالهم، يشتغلوا بالفريق. إحنا قلما نبني ونعد فرص لمواطنينا أن يعملوا بفريق، وأن نركز أنه إذا بتنجحوا بتنجحوا كلكم مع بعض، وإذا لا سمح الله تخفقوا تخفقوا أيضا كلكم مع بعض. إحنا بحاجة ماسة إلى بناء هذه السلوكيات وهذه الثقافات وهذه القيم أيضا، التي تتعلق بالصدق واحترام الآخر والعمل سوية وإعطاء كل ذي حق حقه في الإشادة بما يقدمه للمجتمع. فالعمل اللاصفي والنشاط اللاصفي هو مكمل للنشاط الصفي، وإن شاء الله بهذا الترابط سنبدأ أيضا بفتح أبواب مدارسنا الحكومية وبالتدريج، حتى لما يبدأ الفصل فصل الخريف وفصل الربيع نفتح أبواب مجموعة من مدارسنا بعد الظهر، لأنه لا نريد لأبنائنا وبناتنا أن يكونوا في بيئة تحرمهم من التعلم من التفاعل. والتعلم ما بصير بس فقط من الكتاب المدرسي، بصير في التفاعل مع بمشاريع بإنتاج ببلورة أفكار على أرض الواقع وما إلى ذلك. فهي عملية متكاملة، وإن شاء الله النشاط اللاصفي سيكون مكمل لكل نشاطاتنا داخل الصف. البند أو المحور الثالث على المدى القصير، واللي سنرى إن شاء الله آثاره بشكل سريع وبدأنا نرى آثاره، هو الربط التكنولوجي بين المدارس. أن نربط مدارسنا بحزمة من حزمة إلكترونية، ونوفر البرامج الإلكترونية في هذه المدارس بشكل عملي. ماذا نعني اليوم؟ إحنا قادرين، إذا عندي أنا معلم أو معلمة فيزياء مبدعة وحدة في المملكة، وعنا العديد من المبدعين، ولكن أنا إن شاء الله بالفصل ابتداء من الفصل القادم سنستطيع أن نبث الصفوف تعلمها هذه المعلمة أو هذا المعلم على 2700 مدرسة في المملكة. فيصبح هذا المعلم النموذجي هو يرفض المعلم الصف بالمساعدة إذا احتاجها، والأهم من ذلك أن الطالب يستطيع من خلال تطبيقات على التليفون أن ينزل هذه المواد على تليفونه ويتابعها ويراجعها في البيت وعلى وقته الخاص. وأطلقنا قبل أيام بالتعاون مع مؤسسة إدراك ومنصة إدراك ثلاث مواد للصف التوجيهي، هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء، معدة ومقدمة من قبل أفضل مشرفينا وأفضل معلمينا في هذه المواد. فالآن الطالب لن يحتاج إلى دروس خصوصية في هذه المواد، كل ما يحتاجه أن ينزل هذا التطبيق وأن يتفاعل معه على راحته في بيته وبكلفة صفر. وهذا أيضا يساهم بشكل حقيقي في العدالة في مدخلات العملية التعليمية، ومساعدة الأهل في تحمل العبء الذي يتطلبه ذلك. فإحنا نتحدث عن امتحان الثانوية العامة إذن، وعن النشاط اللاصفي، وعن إيصال التعلم، قدرة الطالب على التعلم الذاتي من خلال التكنولوجيا، وهذه إن شاء الله كلها ستؤتي أكلها على المدى القصير. الآن تحدثنا عن المدى القصير، ماذا عن المدى المتوسط والمدى البعيد؟ إذا أردنا أن نطور العملية التعليمية فلا نستطيع إلا أن نبدأ وننتهي بالمعلم. المعلم هو محور العملية التعليمية. الاستثمار بالمعلم، الاستثمار في راحته المعيشية والبيئة الصفية ضروري جدا. فإذا من هذا المنطلق وحوارنا البناء والإيجابي والمستمر مع نقابة المعلمين، أوصلنا إلى التركيز على القضايا المعيشية الهامة بالنسبة لهم،
تطوير التدريب الذي يتلقاه المعلم قبل أن ينخرط في السلك التعليمي وخلال فترة تعليمه. هناك مهارات وهناك كفايات يحتاجها المعلم على مساره، وأيضا كيف نحفز المعلم وكيف نقدر له جهوده، خصوصا المعلم والمعلمة اللي بنحط بالصخر في أوضاع صعبة لإيصال المعلومة وتحفيز وإثارة فضول الطلبة. هناك فعلا قصص نجاح هائلة بالرغم من كل الصعوبات اللي بواجهها المعلم والمعلمة. علينا إيجاد مسار وظيفي واضح، أولا يساعد المعلم على اختيار إذا كان يريد التخصص في مادة معينة نساعده في ذلك، إن كانت شخصيته قيادية فنساعده في مسار مختلف يرتقي فيه إلى أن يصبح مدير مدرسة، أو في المجال الإشرافي يتوجه نحو الإشراف. هناك الآن عمل على منظومة نظام وتعليمات متكاملة تساعدنا في هذا الاتجاه، بحيث فعلا نكافئ الأداء المبدع من معلمينا. وهذا على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، لأنه الآن صار حتى دخول مهنة التعليم أصبحت هي المفتاح إلى الانتقال الحقيقي بمخرجات التعليم تبعتنا. فإذا اطلعنا على المدى المتوسط والبعيد، إذن المعلم هو مفتاح أي تغيير حقيقي مستدام. المحور الآخر، المحور الثاني من ثلاث محاور، هو المناهج. المناهج ليست فقط الكتب المدرسية، هي كل ما يتعلق في التدريس من أدلة وامتحانات وما إلى ذلك. بس يمكن كلنا كأولياء أمور عانينا من الحشو، من تضخم الكتاب المدرسي، ومن التركيز على الحفظ في كتبنا المدرسية. العالم كله تطور باتجاه آخر، لأنه المعلومة اليوم متوفرة، ولست بحاجة أن أحفظ سنوات وأحفظ تواريخ محددة وأحفظ معلومات محددة أعددها. هذا أصبح في متناول يد الطالب والعامل في كل أنحاء العالم، يستطيع أن يصله من خلال حتى من تليفونه. التحدي أصبح الآن هو الفهم، وهو القدرة على التعلم، وهو القدرة على الاستكشاف، التفكير بشكل نقدي، التحليل، القدرة على اقتراح حلول لمشاكل يواجهها. فهذا يتطلب طريقة أخرى من التعلم، وبالتالي مناهجنا علينا أن نعدها بطريقة مختلفة التي تطرح أسئلة بدل أن تعطي للطالب جواب يعني جاهز، يعني كل ما عليه أن يحفظه. فننتقل إذن من التلقين، من أسلوب التلقين للطالب، لأسلوب الفهم والتحليل والتحليل المركب لمواضيع معينة والحوار حولها. وننتقل أيضا بالتدريج من أن نفصل بين المواد وكأنها مواد كليا منفصلة عن بعض، إن كانت الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات، إلى دراسة مواضيع وقضايا وتحديات بيئية اجتماعية طبيعية، اللي ندخل عليها جانب التاريخ والجغرافيا والعلوم والأحياء وعلوم الأرض والرياضيات، بحيث يدرك الطالب ما هي فائدة هذه المواد التي يدرسها. لأنه لما بنسأل طلابنا أحيانا، طب أنت شو مستفيد أو شو بتفيدك مادة الكذا، بقول والله ما بعرف، أنا ما بشوف لها فائدة. هو بفكر أنه هو بيحفظها عشان الامتحان، لا يدرك أهمية المواد. فلو حولنا إلى هذه المواد إلى جانب تطبيقي أكثر، سيكون هناك، وهي التجربة العالمية، فوائد كبرى على الطالب، ولكن على أدائه في المستقبل، وبالتالي أداء الوطن ككل في محور الإبداع. فتحدثنا إذن عن المعلم وعن المناهج على المدى المتوسط والطويل، ويبقى الموضوع الثالث على المدى الطويل، وهو أهم مرحلة في حياة الإنسان في التعلم، هي الخمس سنوات الأولى من حياته.
ولم نعطي الاهتمام الكافي للخمس سنوات الأولى. إحنا التعليم عنا والإلزامي يبدأ بالأول ابتدائي على مدة على عمر الست سنوات، ولكن المرحلة التحضيرية ليس العدد الطلاب اللي والأطفال اللي بيدخلوا مرحلة ما يسمى الكي جي 1 والكي جي 2 التحضيري لا زالت متدنية بالمقياس العالمي. واجبنا أن نقوم برأب هذه الفجوة ليس فقط في العاصمة ولكن في الأطراف، وهذا يتطلب بناء غرف صفية في المدارس الحكومية، يتطلب لرياض الأطفال، يتطلب أيضا شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص التي بإمكانها أن تقدم رياض الأطفال حتى تساعد أولياء الأمور. أولا اللي إحنا عندنا نسبة من أولياء الأمور الرجل والمرأة اثنيناتهم يعملوا، وهم بحاجة إلى مكان ليس فقط آمن ليضعوا أطفالهم فيه، ولكن مكان ينمي قدرات أطفالهم الذهنية والعقلية في فترة مهمة جدا من حياتهم. واللي بدخل على الأول ابتدائي مخلص مرحلة رياض الأطفال يستطيع إذا كان البرنامج حقيقي ومكثف، وإحنا نعنى الآن في إعداد هذه البرامج، أن يقرأ وأن يكتب بشكل أساسي، أن يعرف الأحرف والأرقام، وهذه نقلة نوعية مهمة جدا. فإحنا نشجع أولياء الأمور الاهتمام بهذه المرحلة، نشجع أولياء الأمور أيضا للانخراط في حياة أبنائهم وبناتهم التعليمية بسؤالهم: كيف كان يومك؟ ماذا تعلمت اليوم؟ ما هي المواضيع اللي اعتبرتها مفيدة ولماذا؟ وإذا في مواضيع اعتبرتها مش مفيدة أيضا لماذا؟ والانخراط في هذا الحوار مع أبنائنا بحد ذاته يساهم مساهمة إيجابية جدا في تكوين في فهمهم للمواضيع وفي تذكرهم لهذه المواضيع وفي إعادة شرحها للآخر. إعادة الشرح للإنسان للآخر بحد ذاته بيزيد الفهم عند الشخص اللي عم بيعبر عن هاي المفاهيم. فبالتالي هاي المواضيع الثلاثة عم نشتغل عليها اليوم أيضا، اللي هي المعلم والمنهج من خلال المنهج المركز الوطني لتطوير المناهج الذي سيركز على هذا الجانب ويعطي تقارير ومقترحات لوزارة التربية توافق عليها وزارة التربية، وأخيرا رياض الأطفال وهي مرحلة مهمة جدا. إذا اطلعنا على هذه المجموعة من المواضيع على المدى القصير وعلى المدى المتوسط والبعيد، يبقى الجزء الذي يتمثل في الاستثمار في مدارس فيها بيئة تعليمية مناسبة. إحنا كلنا بنعرف أنه في عنا مدارس الاكتظاظ اللي فيها وعلى نظام الفترتين، لو اشتغلنا كل اللي بنشتغله بيئة الصف، ضغط الصف، درجة الحرارة في الصف لن تسمح للطلبة أن يتعلموا. هذا مشوار طويل بدأنا فيه، ولكن هناك خطة متكاملة وتحفيز للجهات المانحة أيضا للاستثمار في هذا المجال، لأنه إحنا فعلا بحاجة إلى تحسين البيئة الصفية. في عنا صفوف فيها عدد كبير 50 و60 طالب أحيانا، وعلينا أن نغير واقع الحال هذا. أنا أعتقد أولا إحنا بحاجة إلى زي ما حكينا في البداية إلى نفس طويل ولكن بوصلة واضحة، وإلا إذا مشينا زي ما جلالة سيدنا بيقول أحيانا خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء، هذا يعني أننا سنراوح مكاننا. ولكن إن شاء الله وزارة التربية والتعليم ستكون نواة لعمل تشاركي مع كافة القوى، مع نقابة المعلمين، مع القطاع الخاص، مع مجالس التطوير اللي هي أولياء الأمور، مع كل هؤلاء الشركاء والجامعات والمختصين. عندنا مختصين في هذه المجالات في غاية الروعة ويقدموا الخدمات لكل المنطقة العربية. أنا واثق أننا سننتقل إلى الأمام، وإذا كلنا بنعرف إذا أصلحنا التعليم وطورنا التعليم كل شيء آخر
يسهل ويهون، وإن شاء الله بهمتكم جميعا أن نصل إلى مبتغانا. والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.